السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونايتد كوناك نوعات وقت في الأولى الأخيرة في مبالغ مسحوبة بسبب الكمامة، مكنة الصراف الحالي هدف سحب مبالغ أي مبالغ ما بين مكنة الصراف الأول سواء لابس الكمامة أو من غير كمامة. كل دي إشاعات، وإن مصدر الإشاعة كان أساسها إن واحد سحب منه 50 جنيه في المكنة لما السيستم وقع وقال للناس إن الكمامة هي السبب. والكلام ده قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، قال إن إحنا يا جماعة ما بنسحبش فلوس من المكنة أو جميع الإيداعات أو جميع الأفراد أو جميع الأشخاص كلهم حساباتهم سليمة، وإن مفيش الكلام ده خالص، وإن المكنة وإن اللي داخل الفارع هو اللي لازم يلبس الكمامة عشان الإجراءات الاحترازية. بخلاف كده مفيش حد بيسحب حاجة، كل دي إشاعات. إشاعة واحد طلعها إن هو بسبب اتسحبت منه فلوس المكنة لما السيستم وقع بس. إن شاء الله تتابعوني، وكل جديد عن المكنة هبقى لكم إن شاء الله. تابعوني على قناة منوعات. السلام عليكم ورحمة الله.